المسألة مربوطة بعوامل عديدة. احنا عارفين انه صلاة الأسعار مش مربوطة بنظرة الإنتاج. الحمد لله في بلادنا سواء الفلاحين أو البحارة أو غيرهم قاعدين يمدوا في البلاد بكميات ما يكفي البلاد، ولكن للأسف هناك مشاكل في مسالك التوزيع. هذه حقيقة نعرفها من زمان لازمها معالجة. فما مشكلة أكبر منها اللي هي مسألة التهريب، واللي هذه كذلك لازمها معالجة ولازمها تكاتف كل الجهود باش نقدروا إن نتغلبوا على هالآفة الجديدة اللي تعصف باقتصادنا. هذه كذلك مشكلة أخرى، ولكن فما حاجة هامة برشا اللي هي الاستقرار، لأنه مراقبة الأسعار يلزمها دعم أمني، يلزمها مساندة أمنية، مقاومة التهريب يلزمها تدخل، معناها تقدر تقول الحرس والأمن والجيش. وإذا ما فمش استقرار للأسف معناها يصير تشتيت للقوات الأمنية وتولي مقاومة التهريب ما هيش هي الأولوية، وقت اللي يكون فما اختر في الشارع، وقت اللي فما اعتصامات. فإذا أنا أقول هذا مربوط ببعضه. إحنا الآن نستناه باش نعدي الفترة هذه بأقل معناها توتر ممكن، وعند ذلك نجم نقدم خطوات كبيرة برشا في مقاومة الغلاء إن شاء الله. هذه مسألة بديهية، معناها مقاومة التهريب لازمها تواجد أمني من كل القوى الأمنية، الأمن الوطني، الحرس الوطني، الجيش الوطني، الديوانة طبعا، يجب تكاتف كل الجهود باش نقاوم التهريب. ولكن وقت اللي ما يكونش فيه استقرار، وقت اللي تكون فيه اعتصامات، وقت اللي تكون فيه اضطرابات اجتماعية، للأسف قوات الأمن ما تنجمش تكون هنا وهنا، ومقاومة التهريب للأسف تولي يجي في منطقة ثانية، وهذا اللي ما يلزمش يكون. أنا نقول احنا بلادنا الآن باش نتعدى الانتخابات، باش نمشي الوضع أكثر استقرارا، يلزم أقل توتر. حوادث مؤسفة تاع غرق ثلاثة معناها مراكب صيد، هذا خاصة فيهم ضحايا للأسف الشديد. احنا اللي ننصح به بحارتنا انه ما يخرجوش في الوقت النو اللي يسموه منو، في الوقت اللي البحر يكون فيه مضطر. للأسف هما الآن يخاطروا شوية بأرواحهم، وهذا ما هوش مقبول على الإطلاق. هم عندهم نشرة جوية خاصة بالبحارة، والمفروض وقت اللي يكون فيه نوم حتى إذا هم البرة يجب يقطعوا الشغل ويرجعوا. للأسف هذا التحذيرات هذه مش قاعدين يسمعوا فيها الإخوة البحارة.